أنا سعاد السويدي، أصور وأوثق الحيوانات البرية. ودي أقول لكم إن حياتي مثل حياة الناس الباقيين. أنا كنت أحب الحيوانات وأحب التصوير من صغري، ولكن يوم كبرت كنت أدرس في أمريكا وحسيت أني أنا وايد وحيدة، وكنت أدور أن يكون عندي صديقة ترافقني في كل مكان وفي الغربة، فحزتها أنا قررت أني أخذ كاميرا. يوم خدت الكاميرا ودتني الأماكن. أول مكان ودتني له للطبيعة والطيور والعصافير والغزلان، وكان سهل أني أصورهم في أمريكا. والحين قالوا لي أن عندكم أسئلة لي، شو أسئلتكم لي؟ سعاد سويدي، أول مصورة إماراتية للحيوانات البرية. أنا عندي سؤال، كيف بدأت تصورين الحيوانات؟ أول ما بديت أصور كنت أبغي شيء سهل، اللي هو تضغط الزر وتصور على طول، شيء أنا أفهمه ويساعدني يعني يوم أطلع وأصور. عقب حبيت أني شوية أوني أتطور عقب فترة وايد قصيرة، وخذت كاميرا شوي أكبر، بديت أوني بعد أحاولني أتفلسف بها وأخذ معدات وليتات وهذا عساس تساعدني. بس في البداية شيء بسيط علشان بس أحقق هالأمنية أني أسير وأصور. شو أكثر حيوان يعني غريب صورتي وياه؟ غريب يمكن معظم الحين خاصة في هذا الوقت وايد ناس يصورون الحياة البرية يعني الحيوانات، فما في شيء غريب، بس هي لقطات لحظات. يعني مثلا نحن عادي ان نشوف الغزالة مثلا تمشي، ولا بس نادر ما نشوفها مثلا تشرب ماي ولا تكون ويا البيبي مالها. في مثلا الأسد نحن نشوفه دائما يمشي بطريقة عادية، ونادر ما نشوفه هو وياه يعني ويا عياله. فهو مو بالحيوان غريب، ولكن اللقطة من حياته والأشياء اللي يسويها في حياة الحيوان هي الأشياء الغريبة. ما بتخافيش لما بتكوني قريبة من الحيوانات؟ بخصوص الحيوانات البرية أعشقها، أحبها يعني، مثل الإنسان اللي عنده حيوان في البيت، قط أو شيء. الله حط في قلبي حب هذا العالم وحب الحيوانات البرية. الفرق ما بين الحيوان البري، بس على أساس أني أوضح لكم، والحيوان الأليف اللي هو البري عايش في بيئته، شوية ممكن يكون خطر، ما تدخل في حياة الإنسان، والأليف اللي هو يكون يألفونه معظم الناس. الشيء الغريب في الموضوع أن الأليف أنا أخاف منه، البري من كثر ما أحبه يوم يتقرب للسيارة أحس أنه عادي، مع أنه ممنوع، أحس أن عادي أني أمد إيدي وأمسح عليه. فما عندي خوف من البري، بس عندي خوف كبير من الأليف. حيوانات بتخاف منك؟ ردة الحيوان البري الطبيعية أنه يخاف، يكون مثل المستغرب يعني من وجودنا. يوم نكون عندهم خاصة في بيئتهم، البيئة يوم نسير لها عبارة بيتهم، فمثل يوم الإنسان يحس أن عنده مثلاً ضيف غريب يخاف منه يعني في البداية ويشرد. يعني طبيعتنا نحن حتى كالبشر نشرد من الغريب اللي نحن ما نعرفه. في شيء يضحك استوى وياك وانت تصورين؟ اللي يضحك دائماً أن يوم آية صور مفترس الحيوان البري ما أكون خايفة منه، وأكون مركزة وشي، وأكون قمة التركيز حتى ما أخوز عيني من الكاميرا. بس إذا فجأة يا شيء مثلا يطير صغير أكون أصارخ، فهاي ردة الفعل اللي الناس تستغرب منها، حشرة صغيرة تخافين منها واللي ياسة تصورينها عادي، فنضحك يعني في هالمواقف. شو أصعب شيء في التصوير الحيوانات؟ أصعب شيء الطريقة اللي نحن نصور بها. ما أدري إذا أنتم شفتوا السيارة اللي أكون فيها، سيارة السفاري نفس الشيء اللي في السفاري والحدائق، بس الفرق أن ما فيها كراسي وأكون جالسة تحت يعني، والأرضية تكون حديد،
وتكون مفتوحة، ما فيها يعني صق فوق راسي. ساعات درجة الحرارة تكون وايد عالية، تعرفون الظهر يوم تطلعون برا وتحرقكم الشمس، نفس الشعور تكون وايد عالية ويكون السقف مفتوح، فالحر هو اللي ساعات يكون، والجو يكون متعب، ولا ساعات يكون مطر، فهذا اللي يكون ساعات صعب إن الإنسان مطر ولا حر ويصور في هاي الأجواء. كيف يعني تعرفين يوم الحيوانات ينخشون، يعني كيف تحصلينهم؟ يا ريت أقدر أعرف مكان الحيوانات اللي أصورها. أكون في السيارة ويا السايق، السايق عنده شيء من المعلومات، يعرف مثلاً إن في هاي المنطقة في هذا الفريج بيحصل الأسد ويا أشباله ولا ويا حريمه، الفريج الثاني بيكون فيه العائلة الثانية، المكان الفلاني بيكون فيه. في البرية كل منطقة لها مثل ما يقولونها حيواناتها، فهو يسهل علينا نشوف، نسوق بالساعات ونحاول ندور عليهم من مكان لمكان، فمو بسهل يعني نحصلهم. شو أكثر حيوان تبين تصورينه؟ والله بصراحة كل الحيوانات اللي أنا مصورتنها هم حيواناتي المفضلة، وايد أحبها، لين اليوم ما صورت حيوان أقدر أقول هذا المفضل، بس يوم أجلس أوثق اللي هو معناته أجلس أشوف حياتهم، تصرفاتهم، شو يسوون، كيف يصيدون، كيف يحبون بعض، كيف يهتمون في بعض، أنا هذا أكثر شيء أحبه، بس حيوان مفضل لين الحين ما صورته. كنتي بخطر قبل يوم كنتي تصورين الحيوانات؟ هي في وايد مواقف أمر فيها خطر، مو بشرط من الحيوان، طبعاً الحيوان خطر، وبالذات الحيوان اللي عنده بيبي مثل الأم، الأم وايد تخاف على عيالها وتحميهم، فتكون خطر يعني ما تبغي أحد يكون قريب منهم. بس بعد المطر إذا زاد يسوي فيضان، والفيضان في الأماكن اللي أنا صرت لها يعني حطتني في مكان جزء من المحمية مكان خطر، فهي أنا أمر في أماكن خطرة. والأشياء الثانية اللي لازم نعرف إن في الطبيعة صح نحن نمر على في أماكن يعني أمشي فيها أدور على الحيوان، ولكن نمر على شيء من النباتات الخطرة، الحشرات الخطرة، ساعات أرقد في مكان وأتفاجأ بشيء خطر، فهذا شيء طبيعي. تستخدمي حاجات خاصة وأنت بتصوري الحيوانات؟ أكيد أكيد لازم أخفي عمري كثر ما أقدر، علشان أنا وايد أتقرب منهم، يعني أتقرب منهم أبغى أشوف تفاصيلهم، أحاول إني أخفي عمري بحيث إنه ما يعرفون إن أنا موجودة حولهم، فيعتمد على البلاد اللي أنا بسير لها، ساعات ألبس أخضر فأخضر، ساعات بني فبني، ساعات أخضر بني، ساعات يعتمد على المكان اللي أنا أسير له، فأكيد أخفي عمري. يوم تبين تصورين الحيوانات لازم يعني تسافرين، شو لازم تسوين؟ هي يخليني أسافر حول العالم، ومو بس شيء أسافر أماكن وايد ناس ما شافوها، فصح إن لما أوصل للمكان اللي أنا أبغي أصوره يكون يمكن يبعد عني من بيتنا لما أوصل للدولة والمحمية 30 ساعة، بس هي السفارة جزء من حياتي. شو أهم شيء تعلمتي من تصوير الحيوانات؟ أكثر شيء تعلمته الصبر، والشيء الثاني اللي تعلمته وقوة فيه قوة الإيمان، تعلمت منهم وايد أشياء، وشفت إن حياتهم مثل حياتنا، إن الحب موجود وإن الاهتمام موجود وإن العلاقات الجميلة اللي في هذا موجودة، واللعب عند الصغارية موجود، فوايد علموني أشياء جدا جميلة مثل عالم الأطفال. شو الحيوان اللي تبين تصورينه بس ما قدرتي؟ عندي أنا لستة حيوانات أبغى أصورهم، بس بعدني ما رتبت للرحلة، بس خلي أقول لكم شيء، رحلتي الأخيرة كانت واحدة من الحيوانات اللي حاولت أصورها، وأخيرا عقب ما زرت 3 محميات ودولتين وتحت يعني درجة حرارة مرتفعة اللي كانت 47 بدون شيء يكون فوق راسنا ذرة، أخيراً في الهند قدرت أصور
النمر البنغالي رويال بنغال تايجر. في بعد شيء اللي هو الراينو وحيد القرن، على كثر ما صرت اللي هو نادر، على كثر ما صرت أفريقيا ما أدري، يمكن هو منخش عني يبغيني أزور البلاد أكثر من مرة. كيف تخلي الحيوانات يبتسمون في الصورة؟ ما أقول لكم سر بس ما في حد يعرف، هو ينبان إن كأنهم يبتسمون بس في اللحظة اللي أنا أصورهم يكونون ياسين يتثاوبون، بس لا تخبرون حد. تسولفين مع الحيوانات يعني يوم تبين تصورينهم؟ أقول لكم شو أقول لهم؟ أقول لهم كيف طلعوكم إن أنتوا في الرسوم كنتوا وايد فنانين وطيبين وحبوبين وخلونا نحبكم؟ هذا اللي أقول لهم إياه. تنصحيني في إيه لو أنا عايزة أشتغل زيك؟ تطولون بالكم، وإن إذا مثلاً صورت المرة الناس يتحرون، إذا أنا صورت صورة وشافوا صورتي جميلة يتحرون إن أنا صورت مرة واحدة وطلعت الصورة جميلة. لا، أنا صورت مرة وصحت 20 وصورت مرتين وصحت 30. فهو يبغيكم طول البال ويبغيكم تجربون، وما تجربون من زاوية واحدة، تجربون من كذا زاوية، وما تجربون بس حيوان واحد ليه ما تعرفون أنتوا شو تحبون. فأنتوا على كثر ما أنتوا تجربون التصوير وتكررون الشيء وتصيرون تزورون مثلاً، فلنفرض يعني بتصورون الطيور، تصورونهم مرة ومرتين وثلاث ومية وعشرين وتزيدون في التصوير، هو اللي بيعلمكم إذا أنتوا فعلاً تحبون الطيور ولا تحبون شيء ثاني. فالتكرار صدق بيعلمكم. شكراً على النصيحة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.